حفلات لوقب تشان يلباتن أرضي وسجود جرويل يقبل أرض ما يستي تبابر لوجو مجا عدري هبك ونعكسن إيه جامنتا أي حال يكد عده هوتيل كريس إيه مجال ذا بورما وحان تبابر كان إسك كاشذي معلن عبد الرحمن علهاي إيه معهد كبرشاد الصحافة دي الصو مناسبة دان أي وحا كقيب قلي مسؤولين كسعوتي شركة دا إزجارسين تا تلسوم والدين أرضي ما ملكي معلمين تمعهد كالصو أقول يهانو علماء الدين إن دير قرد إيه ما تشرف كلو آذو فربضان وحامضاشان كهد لي براها تبابر كان محمد حسن سعيد علهاي وحونا شرحي وحيابها أو تبابر كان كبحنايي برشادة دمان دصوماليا وقفتي الحال أجدد وقفتي هي مكة ثانية وقفتي كريه أولئه أنيا مركو أنيا صور دابا أولئه هذا أنيا قبيل كريه مركو صور دابا أولئه هذا أنيا قريه لكن أي ما تجربة فكر كل ورد لي فكر أي أها وأمة السلام حقوق لنا فكر كي أولئه عليه الصلاة والسلام حبيل يدرب أقرى أو أقرى عرب جري أي أها أمة السلام حقوق لها أمة أمة هو جامسة ما تمام كسود العالم الإسلامي وحد أركيسا وهو يو مسلمة أو كاجونيسا وما عنكم الصومال ببعيد ولا عليه ضم مقدشاء إن جمع دعوة فكرة دي حاجة نقولها هذي فكرة كلمة ما أول أو أقولها هذي إذا هي واحد كرر ديننا أول شن دي الله عطاك الضبع صوص على صومال اللي عنده عالم كورد عنده خالد اللي هو جامد دونتو ويكون هو جامد دونتو وما دي نبي محمد صلى الله عليه وسلم sidoo kale madashani waxaa ka hadlay gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Telecom ee gobolada Awdal iyo Salal Haaji Cabdi Qadir Aadan Nuur waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waan u baahan yahay dad maalaha umada wax ka bedela umad wax u baahan tahay wax bedela umadan waxay ilaalaan nimanka maalaha umad kulli uu u jira qof bilaabantii wuxuu noo baahan yahay inaan qof maalaha wax u shubin inaan asaga wax ka shubo هذا يجر حفيظ الله مرسل قضاء دليلاء الوفر بغن انت هلو حكشو نيما وحكشو ويغا مرسطا مركان الله إني فاروغين وحي كتيرين ايان هذا يرسل قضاء ناطا اي محلو بشو بغن تلسون سيدو وحي كشق إيسا قيادة وكشق إيسا وانو المالي غلا وقالك يوالا غالا ديسينا ديري جريس همايني ونديري جرمي ونسكر ونستاكي xafladan intii ay socotay waxa sidoo kale ka hadlay qaar ka mid ah kasoo qayb galayaasha xaflada kuwaas oo dhamaantood u mahadnaqay macallinka bixinaya tababarkan gaaban kulana dardaarmay ardayda inay ku noqdaan hoggaamiyeyaal fiican oo diinta islaamka ku haga ummada ay mas'uulka ka noqonayaan bari munaasabadan ayaa ugu dambeyn ardaydii tababarkan muddo gaaban u socday la gudoonsiiyay shahaado muujinaysay muddadii ay tababarkan dhameysteen iyo waxyaabihii ay ku barteen waxaana sidoo kale madashan shahaado sharaf qaaliya la gudoonsiiyay maamulaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Telecom ee gobolada Awdal iyo Salal Cabdi Qadir Aadan Nuur kaas oo ugu talagaleen doorka muuqda oo shirkadiisa kaga qayb qaadatay dhiirigelinta da'yartan qaadatay tababarka hoggaanka fiican Cabdi Fitaax Axmed Somali Channel magaalada Borama